السلام عليكم ورحمة الله، وهي حلقة جديدة في واحة الأدب. النهاردة بنتطرق لفرع جديد من فروع الأدب. وقبل ما نبدأ كده، خلينا ناخد كام نقطة كده، هيبقى نقاشهم في خلال الحلقات التالية. بداية، هل واحة الأدب والأدب بشكل عام يعتبر هي الأسس والقواعد اللي بيقوم عليها بعد كده الأعمال الدرامية اللي هي من أفلام ومسلسلات وخلافه؟ فالنهاردة بنسأل، بيقول هل الأعمال الدرامية ليها دور في تشكيل وعي الإنسان؟ ده سؤال. هل الأعمال الدرامية بتأثر على تكوين الأسرة؟ ده سؤال. هل للأعمال الدراما والفن بشكل عام دور في معايير الشباب، سواء الشاب أو الشابة، هل ليه دور في تكوين معاييرهم لاختيار شريك الحياة؟ هل للأعمال الدراما والفن بشكل عام دور في استقرار الأسرة والبيت؟ وأسئلة هنجاوب عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولو جينا نتكلم عن اللاوعي، ناخد نضرب مثال كده، نحاول نوضح فكرة ازاي ان الفن واعمال الدراما بتكون عندك حاجة اسمها اللاوعي، انت بتؤمن بيه يمكن من غير ما تشعر. يعني مثلا كمثال بسيط كده، هتجد ان احنا مثلا خدنا بنشوفها في اعمال، سواء مسلسلات او افلام، بيقول لك ايه؟ وقف الله المؤمنين ايه؟ شر القتال. وقف الله المؤمنين شر القتال، وبقت مثل دارج على لساننا. يعني اعمال الدراما والفن بشكل عام قدر يحفظك آية قرآنية غلط اللي هي الآية رقم 25 سورة الأحزاب، ما فيهاش شر خالص. وكفى الله المؤمنين القتال، ما فيهاش كلمة شر خالص، لأن أحيانا القتال ما يبقاش شر. يعني سريعا كده، وقلنا الأسئلة اللي احنا طرحناها، الخمس أسئلة اللي طرحناها هتبقى معانا في الحلقات الجاية. والنهاردة بننتقل لمجموعة جديدة، وهي مجموعة قصصية مكونة من 10 قصص، وهي مجانية، وهتبقى موجودة تحت في التعليقات ملف PDF يقدر أي حد ينزله أو يخليه عندك على الموبايل، وتقدر تطلع وتقرأ معانا المجموعة دي. المجموعة موجهة لجزئية الحياة الأسرية أو الأسرة بشكل عام. المجموعة اسمها نار جنتنا، يعني في الأساس المفروض بيتنا ده جنة، فاحنا هناخد الشق لما يجي نأسس كده بيت، وواحد شاب ينوي إن شاء الله يحصن نفسه ويفتح بيت جديد، ده إن شاء الله في الأساس جنة، بس احنا هنا في المجموعة هناخد نار جنتنا، النار بتاعت الجنة دي بشكل عام. وسريعا هنبدأ بالقصة رقم 1 معانا في المجموعة، وهي الدكتورة مرات الدكتور. يلا ننتقل سريعا للقصة ونبدأها على بركة الله. رغم ان معايير اختيار الزوج والزوجة واضحة وصريحة في ديننا الحنيف، الا ان البعض يأبى الا ان يكون له معاييره الخاصة، ربما يستقيها من ثقافته الخاصة او ثقافة المجتمع والبيئة المحيطة به. بمعنى ايه الجملة دي؟ تفسيرها، النبي صلى الله عليه وسلم وجه العريس وده المعيار يختار زوجته، اللي هو ايه؟ تنكح المرأة الأربعة هكذا، فاصفر بذات الدين تربت يدك، يبقى ادي المعيار اختيارك. دينك ونبيك وجهك ازاي تختار زوجتك، ده المعيار، والمفروض ما تحيدش عنه. انت بقى يعني تسيب بقى معيار الدين وتروح تدور على النسب والحسب مثلا، تدور على الفلوس، تدور على الجمال، يبقى انت ليك معيار تاني. لا والله احنا بنتجوز من الناس دي، ما بنتجوزش من الناس دي بنتجوز بحروه ما بنتجوزش صعايده، يبقى انت حطيت معيار بعيد عن دين ربنا، انت غيرت معيار، خدت بقى معيار مجتمعي، معيار ثقافي، خط رغبه عندك، بس لازم تبقى عارف ان انت حت عن المعيار المحدد ليك. طيب والبنت واهل البنت، ايه المعيار الاختيار؟ برضو الدين وجه والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا للبنت والأهلها، ها، فإن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، فإن لم يكن يعني تكون فتنة وفساد في الأرض. يبقى دي المعيار للبنت نفسها والأهلها في اختيار الزوج، اللي هو إيه؟ لدينه،
اول حاجه دين، لا قال لك فلوسه، ولا قال لك من عيله فلان ابن فلان، ولا انه طويل او قصير او اقرع او، يبقى ده المعيار. يبقى لو العروسه او اهلها او البنت غيروا المعيار ده وحطوا معيار تاني، يبقى بقى يبقى هم عارفين ان النتاج القادم هو نتاج اختيارهم هم. هم استبعدوا خيار الدين، ممكن يخلوا خيار الدين رقم 2 او 3 او 4 او 5، بس لازم يبقوا مدركين كده ان هم اختاروا العريس مثلا بناء على فلوس، ان هو جاهز، ان هو هيدفع قايمه، ان هو من عيله فلان، ان هو دكتور، ان هو مهندس. يبقى عارف ان هو حط معياره الخاص او معيار المجتمع بتاعه، وخلى معيار الدين تاني او تالت او رابع رغبه مثلا، زي كده مكتب التنصيب. وكذلك للزوج. فهنا هناخد بقى تجربه، القصه بتاعتنا الدكتوره مرات الدكتور باينه من عنوان قوي، ان ناس عندها معايير معينه في الاختيار. لا والله الدين قال كده، ما معلش الدين قال كده، بس انا هخلي معيار الدين هخليه رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 بعد المعايير اللي انا عايزها واللي بقيس عليها، سواء الزوجه اللي انا البنت اللي بختارها او الزوج اللي جاي لي بيتقدم لبنتي وعايز يتزوجها. تعال بقى، دي التجربه دي تقريبا تجربه حقيقيه، وطبعا مش هيبقى فيها اسماء ولا عناوين ولا حاجه، يعني تجربه حقيقيه، واحنا بتتحول لعمل ادبي وعمل درامي مستقبلا. نشوف بقى، نكمل مع الدكتوره مرات الدكتور. هي بتحكي على سنه، بتقول بعد ما اتخرجت الاولى على الكليه اتجوزت دكتوري في الجامعه اللي كان اكبر مني بمراحل، اشهر دكتور نساء وتوليد، وبقيت الدكتوره مرات الدكتور. بقى ده المعيار بتاعها، ان هي اتخرجت من كليه الطب واختارت دكتور رغم ان هو كبير عنها في السن، وده كان معيارها، مش بقى ايه من جاءكم ترضون دي. ومن اول يوم جواز بيتكلم عن ابنه اللي هنخلفه وهيبقى دكتور عظيم، لكن ربنا رزقني ببنت اول مولوده لنا. يعني الدكتور كان نفسه في ولد، ولما زوجته الدكتوره خلفت كان اول خلفتهم بنت. ده زعل جدا وقتها، واستعجل ان الحمل الثاني اللي برضه طلع بنت، قال لها بسرعه انا عايز ولد، ربك اراد ان الحمل الثاني يطلع بنت برضه. فزعل اكتر، وفات سنتين وبدا يطلب مني احمل ثالث، ورغم انه عارف ان خلفه البنات بترجع للراجل الا انه اصر على ان هي تحمل المره الثالثه. وفعلا خلفت ثالث ورابع بنت برضه، 4 بنات. وهو مصمم، بقى عندي 4 بنات في 6 سنين، وحصل لي نقص في المناعه، تعبت جدا خصوصا ان جسمي ضعيف وعندي انيميا، وبدات صحتي تنزل جدا، ومفيش فايده، مفيش فايده فيه، جنون وحرص واصرار غريب على الولد، عايز ولد. ما عشان موضوعش موضوع ثقافه ولا تعليم، ايوه يعني الجاهليات جاهليات فكر وثقافه، مش شرط معاه مؤهل عالي ولا حتى قصه زي بقول لك كليات قمه وكليات، لا اهو الراجل مصمم على الولد، وزوجته خلال 6 سنين جابت 4 بنات، والدكتور عايز ولد، عاوز نحمل تاني للمره الخامسه رغم وضع الصحي المتدهور، ونقاش وجدال ومشاكل بقى، وتحت ضغط والحاح منه بشكل فظيع، وافقت احمل، بس بعد اتفاق نهائي بينا انها تكون المره الاخيره، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى اني احمل ويطلع توأم ولدين. الحمل طلع توأم ولدين، الحمل الخامس، بس هيبقى فيه مشاكل او مش هيبقى فيه مشاكل، ده اللي هنعرفه بكره. هنتوقف عن هنا ان شاء الله، ونكمل بكره مع الدكتوره مرات الدكتور والدكتور ولد، والحمل الخامس ولدين توأم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ نعرف بكره في رعايه الله.